بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الموسم الماضي رفقة ناديه الجديد برشلونة، ستكون الأنظار موجهة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا تحسبا للموسم الجديد من أجل رؤيته في ثاني موسم له مع النادي الكاتالوني. مدرب نادي أرسنال أرسن فينجر اتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وحمله مسؤولية تراجع مستوى نيمار الموسم الماضي، مؤكدا أنه كان سببا في تكسير مسيرة كافة اللاعبين المميزين الذين يأتون إلى برشلونة، لأنه يبقى الرقم واحد في أعين المدربين والأنصار، وهو ما يؤثر على اللاعبين في التشكيلة على حد تعبيره. واصل فينجر حديثه مؤكدا أن عدم تألق لاعبه الجديد أليكسيس سانشيز يعود إلى تواجد الأرجنتيني في صفوف البلاوغرانا.